دعني بالبداية أثبت نقطة. أولا أن القواعد الأمريكية الموجودة داخل العراق حقيقة لا يوجد اتفاق مبرم أن تكون هذه قواعد ثابتة كما هو الحال في دول الخليج والدول الأخرى، وتعتبر هذه نتيجة حرب فلذا تعتبر غير رسمية. فلذلك هذا دليل على أن إيران سوف تهاجم تلك القواعد، وإذا هاجمت تلك القواعد بالحقيقة هي لا تهاجم أمريكا وإنما تهاجم العراق، هذا أولا. ثانيا أنا أعتقد أن لا زال الوقت مبكر على اندلاع حرب، وهنالك تحركات أستاذ عبد الله، ولعل أهم التحركات اليوم القمة التي حصلت ما بين القمة الخليجية الأوروبية والتي أسفرت عن إجماع على وقف القتال. هذه الدلائل تشير على أن هنالك متسع من الوقت لحين إجراء حرب، وأن إيران تقول أنا مستعدة للرد، ولكن هي بالحقيقة تحاول أن تخفف من وطأة الضربة، وهذا أمر يعني شبه مؤكد الإسرائيلية، بدلا من أن تكون العفو بدلا من أن تكون للمفاعل النووية أو تكون على ثكنات عسكرية، يعني ضربة منتخبة. نعم نعم.